اهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. زي ما متعودين معاكم دايما بنكون معانا مجموعه كبيره من المواهب في كل المجالات الحقيقه، والنهارده معانا موهبتين اللي رغم صغر سنهم لكن عندهم موهبه كبيره جدا في الانشاد الديني. محمد عنده 15 سنه وعمر عنده 12 سنه، وهما الاثنين اخوات وبينشدوا. وكمان يعني في مناسبه مهمه جدا ان هم يكونوا موجودين معانا، ان محمد فاز في مسابقه مداح النبي عليه الصلاه والسلام بالمركز الاول في الانشاد الديني. طبعا هنتعرف عليهم وهنتعرف على حبهم الكبير للانشاد الديني. هنبدا معاك يا محمد، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ هشام. قول لنا في البدايه يعني كواليس المسابقه كانت ايه، وايه الانشوده اللي قلتها عشان تفوز بالمركز الاول؟ اولا والله انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن المسابقه الا من حبيبي واخويا المنشد احمد عاصم. بعت لي مواصفات المسابقه على الواتس وتواصلت مع المسابقه وبعت لهم الفيديو. بعدها بخمس ايام اتواصلوا معايا وقالوا لي اللي انت تاهلت للمرحله القادمه، وحددوا لي ميعاد ورحت سجلت في القناه. كمتواجد منشدين عمالقه طبعا الاستاذ محمد ياسين المرعشلي، الدكتور طه عبد الوهاب، الاستاذ احمد طلحي الداعيه، والاستاذ عبد الرحمن الجبرتي. موال قلت موال الحمد لله الذي انار الوجود بطلعه خير البريه سيدنا محمد. طيب انا عايز واحنا في البدايه كده نسمع يعني جزء من الانشوده دي ان شاء الله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. سلام 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 على بئر زمزم نصبنا الخيام، على بئر زمزم نصبنا الخيام. الله عليك. الله عليك. يعني فعلا تستحق المركز الأول. الله يخليك. ويعني تجربة كانت عظيمة جدا ليك بالتأكيد ان انت تاخد المركز الأول في المسابقة دي. بنبارك لك تاني ان شاء الله. وهروح بقى لعمر. ازيك يا عمر؟ الله يسلمك. انا عايز اعرف برضو انت عندك 12 سنة صح؟ ايوه. وبرضو بتحب الانشاد الديني جدا، بتنشد من وانت عندك كام سنة؟ من عندي 5 سنين. من وانت عندك 5 سنين وكنت أيوة. بقى بتحب ايه في الفترة دي؟ ايه اكتر الانشودات اللي كانت قريبة لقلبك وبتحب تنشدها؟ انا اول انشودة انشدتها كانت قمر، لاني كنت انا صغير انا ومحمد وانشدناها، كنا لسه كنت انا عندي 5 سنين وهو عنده 7، خدنا المركز الاول على مستوى المحافظه. عظيم. طبعا انت بتحب الانشوده دي جدا. ايوه. وهي قريبه جدا لكل الاطفال تصور، يعني هي اللي بيبداوا ينشدوا او بيحبوا الانشودات الدينيه بتبقى قريبه منهم جدا. أيوة. تفتكر ليه؟ يعني ليه، ايه المميز في الانشوده دي تحس ان هي قريبه منك وبتحبها كده؟ هي اولا ان هي سهله، يعني ايقاعها سهل ورتمها سهل وكل حاجه فيها حلوه يعني. طيب انا عايز بقى قبل ما ندخل في باقي التفاصيل تقول لي جزء من قمرون. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، صلاة الله قدسي ثناها الله الله، من المولى على المختار طه الله الله، صلاة الله قدسي ثناها الله الله،
من المولى على المختار طه الله الله ورب العرش أهدنا شذاها ورب العرش أهدنا شذاها ورب العرش أهدنا شذاها فمتنا عمرنا نشتاق طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله عليكم الله عليكم حقيقي حقيقي موهبتين يعني مش سهلين ابدا ابدا. انا عايز ارجع لك لان انت اكبر شويه من عمر وطبعا هو برضو بيتعلم منك حاجات كتير، فعايز اعرف بقى انت بتطور موهبتك ازاي في الانشاد الديني؟ بتتعلم ايه؟ بتسمع لنصايح مين؟ قول لنا كده بتطور موهبتك ازاي؟ اولا والله اللي مهتم بينا من صغرنا الشيخ محمود هلال له فضل عظيم علينا طبعا. ثانيا احنا بنسمع كل نصايحه اللي بيقولها لنا لانه دارس اكتر مننا طبعا. وحتى في اي مشوار قبل ما نروح واي مسابقه بنساله الاول قبل ما نقدم فيها يعني او نتخذ الخطوه دي. ومين مثلك الاعلى من المنشدين الكبار؟ طبعا الشيخ محمد عمران والاستاذ رشيد غلام في عصرنا الحديث والشيخ محمود هلال طبعا. دول مثلك الاعلى بتحس ان هم يعني انشوداتهم هي الاكثر انشودات قريبه لقلبك؟ طبعا. زي ايه؟ قول لي من الانشودات اللي انت بتحبها. الشيخ محمود هلال طبعا بيقول انشوده احبتي في الله. احبتي في الله سلاما طيبا على نبي الله خير العالمين صلوا على الربين منه شفاعه واستغفروا المولى مرارا كل حين يوم جديد تذكره للخير فيه سارعوا لا تيأسوا من المغفرة تفاءلوا وأبشروا الدنيا دار زائلة فتمسكوا بالآخرة وتوكلوا على المعين. الحمد لله على الإسلام دين ارزقنا يا الله بعفوك جنتك واجعلنا يا رحمن بنورك مهتدين وأعنا على ذكرك وحسن عباداتك. أمين. أنت يعني صوتك جميل جدا وبتطوره وبتحاول أن أنت توصل لحاجة كبيرة في الإنشاد الديني. إيه حلمك في الإنشاد الديني؟ نفسك توصل لإيه في المستقبل؟ طبعا أن أنا أغير منهج الشباب من المهرجانات وأغير منهجهم أحاولهم يجوا للإنشاد الديني. طبعا أنت بتحس أن هم بيحبوا المهرجانات زيادة عن اللزوم؟ انت بتسمعش ما بتسمعش الحاجات دي؟ لا طبعا. انت بتسمع ايه طيب يعني غير الانشاد الديني؟ طبعا هو الانشاد الديني هو موضوعي الوحيد في الحياه وطبعا القران هو سبب نجاحي في الانشاد الديني طبعا. فانت رسالتك في المستقبل نفسك الشباب يسمعوا انشاد ديني اكتر ما بيسمعوا الحاجات التانية؟ طبعا. وايه تاني حلمك في الدراسه؟ حلمك في الشغل؟ ايه قول لي احلامك في المستقبل. ان انا اقدر احقق حاجه ما حدش عملها قبل كده في حياتي في الانشاد الديني. طيب وعمر اولا قولي عامل ايه في دراستك؟ الحمد لله بخير. يعني بتذاكر كويس وبتعمل كل حاجه عليك ولا مركز؟ أيوة. اكتر في الانشاد؟ لا ايوه الاثنين بس الدراسه اكتر. دراسة أكتر. ونفسك تدخل إيه بقى؟ تدرس إيه أو تعمل إيه بعد كده في المستقبل؟ أنا نفسي أكون دكتور. دكتور؟ أيوه. دكتور وتنشد برضو مفيش مشكلة. وعايز تكمل في الإنشاد؟ أيوه. عندك نفس الحلم الكبير بتاع محمد إنه الناس
يسمعوا الانشاد وكده ولا انا بفكر ان انا لما اختم القران وكده اعتزل من الانشاد وابدا قارئ بقى وفي نفس الوقت برضو منشد بس قليل قوي. ودي يعني نفسك تبقى قارئ؟ ايوه في القران الكريم. ايوه عظيم جدا، حلم كبير وعظيم. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، انتوا يعني موهبتين موهبتين مهمين جدا وان شاء الله مستقبلكم كبير جدا. احنا هنفضل نسمع منكم انشودات كتير، وكل الناس اللي بتتابعنا في تلفزيون اليوم السابع احنا هنفضل نسمع منهم يعني مجموعه كبيره جدا من الانشودات على مدار الايام اللي جايه وفي شهر رمضان بالتاكيد. احنا بنشكركم جدا على متابعتكم، وبنشكركم كمان على وجودكم معانا النهارده. شكرا جزيلا ليكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع، والى اللقاء.